طيب السؤال قال هل الزمخشري من أهل السنة والجماعة؟ لا، الزمخشري ده معتزلي. المعتزلة ديل نوع من أنواع الفلاسفة مستهبلين، الدين عنده كله تنظير، زي جماعة الترابي والشلة بتاعته. يجي يقول لك الحديث ده ما صحيح. ليه ما صحيح؟ يقول لك والله أنا وزنته بعقلي كده، ما جمعي بعقلي كده. ده ما بيجي يا أخي، يقول لك ما ممكن النبي يكون قال كده. ده زي النوع اللي لما في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال المرأة ناقصة، النساء ناقصات عقل ودين، قال ما ممكن يا أخي يكون قال لين كده. بهزر مع إنسان يا ده النبي بهزر؟ أنت موهوم ولا شنو؟ قال معقول يوم العيد يا أخي يقول لين أنت ناقصة الدين وعقل؟ قال بهزر معاي. ده الفكر المعتزلي ذاته، فكر فهمت قائم أصلا على إنه يوزن الدين بالعقل. وإمتى الصحيح إنه بتوزن العقل بالدين، مش بتوزن الدين بالعقل. لا، الدين ما بيختلف مع العقل السليم، لكن هم عقولهم خربانة.